السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخلط غياب مهاجم المنتخب الوطني الجزائري أندي ديلور في آخر مواجهة لفريقه نانت أمام باريس سان جيرمان حسابات الناخب الوطني جمال بالماضي. وكشف موقع ديزاد بانو بأن مشاركة مهاجم الخضر خلال المواجهة التصفوية المزدوجة تبقى غير واردة. وتعرض اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور لإصابة عضلية على مستوى الرجل اليسرى منعته من خوض مباراة فريقه نانت والمضيف نادي باريس سان جيرمان. وشرع الكوت جمال بالماضي في رحلة البحث عن بديل محتمل لغياب أندي ديلور عن مواجهتي النيجر، خاصة وأن الخضر يفتقرون إلى مهاجمين في المنصب ذاته ذات مستوى العالي. ويذكر أن تربص المنتخب الوطني الجزائري سيبدأ في الشهر الحالي بداية من 20 مارس، ويذكر أن مباراة الذهب ستقام على ملعب نيلسون مانديلا، بينما ستقام مباراة الإياب بملعب رادس بتونس. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.